صور في باب جديد، فرحة جمهور نادي الافريقي بالفوز بهذه البطولة، وبعد ما رينا فاصل قصير كنا قاسين شوية مع حبايب النادي الافريقي، وخاصة ربما تعدى بعض الكلام قبل الفاصل وقت اللي كنت نحسب تعدد تمرد صور الجماهير، لم نكن نقصد بالطبيعة الإساءة لهذا الجمهور، حبينا هذا الجمهور يخرج في أحسن صورة، واليوم هو فريقه متوج بكأس في بطولة تونس، هذا الجمهور اللي يواكب الفريق نتاعو في كل المباريات، اللي حضر تقريبا ب 30 وب 40 وب 50 وكما قال فؤاد ولد عمارة، الناس اللي الصباح الناس كلها تتحدث على الكورة، الناس كلها تنافس كورة، اعتذارات إذا كان أسأنا لحبايب النادي الأفريقي اللي حاضرين معنا هنا، ومتأكدين بأنه باش يواصلوا معنا اليوم في سهرة باش تقع في تاريخ حبايب النادي الأفريقي، لانه سامحني ما شفتك منك، لانه نحبوا الفرق المتوجه، والنادي الافريقي اليوم هو متوج ببطوله تونس، يخرج في احسن صوره، الرئيس قاعد حاضر معنا، المدرب وحاضر معنا، الحبايب حاضر معنا، الاكيد بانه وجه النادي الافريقي وصوره النادي الافريقي، هذه الصوره المشرقه بحبايب النادي الافريقي ستكون ناصعه اكثر وافضل لو كنوا منضبطين بعضنا، ما عادوش صريح لو ياسر الناس كلهم بعضنا، ما صار حتى شيء، الناس كلهم كملوا بعضنا الليل، هاي عايش.